في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الأمانة العامة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والإدارة التنفيذية لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية، شاركت الأمانة العامة بالمؤسسة في البرنامج التدريبي المعني بإعداد شبكة الميسرين والمعلمين في مجال حقوق الإنسان. وتم اعتماد الأمانة العامة للمؤسسة عضوا ضمن شبكة الميسرين والمعلمين في مجال حقوق الإنسان في منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية، وتضم الشبكة أكثر من 14 مؤسسة وطنية في قارة آسيا والمحيط الهادئ. وخلال الفترة التدريبية تم نشر الدروس التعليمية بشكل أسبوعي مع إجراء اختبار تقييمي لكل درس، وشملت المواضيع التدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان مع ربطه بعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.